تمساح او اكثر ببيروت ام بالبقاع؟ تفاصيل كمان حابين نعرفها بالحلو بلبنان. رح نجرب نعرف كل يعني الغموض يلي يحيط بقضية التمساح أو التماسيح بلبنان من خلال لقائنا مع ضيوفنا اليوم يلي بدي رحب فيهم الدكتور وليد درويش طبيب بيطري. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيك. وكارين حدديان عضو مجلس إدارة بجمعية أنيمالز ليبانون، لحتى ندافع عنه للتمساح إذا كان من النوع يلي هو عن جد رير يعني ما مفروض يكون أو مهدد، وشادي عواد الصحافي كمان يلي عم بيتابع هالقضية. قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا شوي نشوف هالريبورتاج ونشوف المحاولات يلي كانت جارية بخلال كل الأسبوع لحتى نجرب أنه نلقط هالتمساح محل ما هو موجود على ما يبدو بنهر بيروت. التمساح مشغلنا صار الجمعة، يعني عم نغطي 24 ساعة. هلا الهدف منه انه نكمشه ما نقطه. تصدر خبر وجود تمساح بنهر بيروت اخبار وسائل الاعلام على اختلافها، فمنحته شهرة ما انعطت لاي تمساح من قبل. سمعت انه في تمساح بالنهر وجينا نتفرج عليه. جاي شوف جاري. عرفت انه في تمساح، قلت لاجيب الصغير لاجيب ابني فرجيه على التمساح. حابب اشوفه بس مش خايفه منه. ايام مرت والجميع بيتحدث عن وجود تمساح اثنين، حتى وصل الامر لسته واكثر. هلا بعد جمعه بيقولوا لي في 30، نحن صرنا جمعه هون في اثنين. الجميع موجود هون، افواج الدفاع المدني، اعضاء من البلديه، جمعيات الرفق بالحيوان وناس من مختلف الاعمار. انا من جمعيه لرفق بالحيوانات اسمها أنيمالز ليبانون، جايين نجرب نلقط التمساح مع التعاون مع الدفاع المدني. الجميع عم يتحمل رائحه المجرير المنبعثه من النهر لاسبابه. هذا جايب من برا تمساح كبه، يعني هو منكب هون، منكب زبادي اللي هو انه اذا واحد بده يخفي شغله بكبها بهالنهر اللي هو. لا عم يقدر يعيش لانه عم ياكل من المسلخ، بس احسن له بيئه انظف. تعود على هيك جو، تعود على هيك مجرير، يعني ما راح يجي انه ينزل على مي مالحه ويفتش على اكل، هون الاكل عم يوصل له لعنده دليفر يعني. سكرنا عليه كذا مره الشبك، ينزل من تحت الشبك، لان الشبك ما ارض جاهز لحد، لانه في دواليب وفي زباله. لحديت هلا انه انا متامل انه بين اليوم وبكره بنكون مشنين يعني. لقينا شيء نتسلى فيه غير السياسه. هي ما بدها هالقد، اذا انا وامبارح اللي عرفت عم يضحكوا علي الى 10 ايام بخطط الدنيا، اذا تمسيح عم نتسلى هالقد فيه. عم نتسلى. رح بلش من عند شادي لانه شوي حتى نتابع التفاصيل وقديش عملنا ضجه بوسائل الاعلام وكتبنا وعملنا عن هالموضوع. ليش برايك؟ هلا هو مثل ما قالت المدام بالروبورتاج انه الناس زهقت من السياسه، فصار بدها شيء ثاني لحتى تتسلى فيه. بس لنرجع بموضوع التمساح، هي الفكره كانت حتى غريبه، يعني نحن وقتها وصل الخبر على جريده الجمهوريه انه في تمساح بمصب نهر بيروت، نحن كمان كثير استغربنا الفكره وحسيناها مهضومه وفيها هيك تغير شوي الجو عند العالم. وانطلاقا من هالشيء يعني انتم تابعتوها وراح تضلك تتابعها؟ نحن متابعينها لحتى توصل لاخرها. طيب واحد بيعمل بس تحقيقات يعني على الارض فعليا، في واحد اثنين ثلاثه، انتم كصحفيه كيف يعني كيف بتحقق، كيف بتتابع نزلته ورحته؟ نحن كصحافه اكيد اول شغله بدنا نتحقق من الخبر أكيد. يلي بيوصل لعنا. نزلنا حوالي 3 جماع على المصب لنجرب نرصد التمساح ونصوره، وقت يصير في صوره معناتها الخبر مزبوط. بكون مزبوط، وهيدا اللي صار. نحن نزلنا على المصب وقدرنا نتوفق الاحد انه نصور التمساح. هلا عدد التماسيح صاروا 2، هيدول يلي مصورين.
في واحد كبير وواحد اصغر شوي، هيدول اللي هن مصورين صاروا. هلا يمكن يطلع اشياء بعد، هلا ناس بتقول بالبقاع وناس عم بتقول بهيدا شفنا واحد، هيدول على ذمه اللي عم بيقولوا، على ذمه الراوي ما حدا بعد تحقق من الموضوع. دكتور درويش، بس انا حتى نحطه باطار تنقول انه هيدا موجود تمساح او اثنين او ثلاثه حسب ما راح ببين معنا بعدين، البيئه يلي هو موجود فيها هالتمساح قديش بتضره، هو بضر البيئة، كيف بيتفاعل معها، شو المفروض يعني يكون مأمن له حتى يقدر يعيش؟ هو ببيئة ملوثة هيك مفروض ما يعيش مزبوط، بس هو هيئته تأقلم وفي أكل متوفر كتير لإله بهالمحل اللي هو موجود، لأن في من المسلخ ومن الفور اللي بيجيبوا اللحمة والسمك، يعني على طول بتشوفي بالماي في جيف لحيوانات بياكل منها، غير الموجود في عصافير كتير هونيك وفي جرادين، يمكن هول عايشين هول شفناهم يعني موجودين هونيك. غير هيك انه بيئة تأقلم فيها بس. طيب على المدى الطويل شو مفروض انه ينعمل له؟ يعني كيف تمساح بيكون موجود عندنا بهالطريقه؟ المفروض ينشال، لان هو يمكن يعيش والخطوره تبعه بس يكبر اكثر، يعني اللي بشكل خطر على الانسان هو بس يصير تقريبا طوله فوق المترين، بس تحت المترين، يعني كل ما يكبر كل ما يكون شرس اكثر، كل ما يكون معرض يهجم على الانسان اكثر، لان الصغير بشوف حسب حجمه انه ما في عليه ما بيهجم، بس أوكي. كل ما يكبر كل ما يشكل خطر كبير اذا حدا قرب على التريتوار تبعه على بيئته في شكل. هلا من الصور الاوليه قدرت حضرتك تعرف انه شو يعني حسب ما بين معنا بالصوره، هل هو من جاي من محل، من اي بلد ممكن يكون جاي لعنا، كيف ممكن يكون؟ هلا اكيد هذا النايل كروكودايل، تمساح النيل، هو جاي على الارجح من افريقيا. اوكي، من افريقيا مطرح موطنه. هو في عيش يعني من بفلسطين، كان عايش من 100 سنه انقرض، يعني وصل لفلسطين، انه في عيش ببيئه قريبه عليه، يعني في عيش مرتاح بلبنان ما عنده يعني مشكله، بس انه يوصل، يعني هل سبق وصار حالات انه هو يوصل، يعني يكون في ما بعرف تنقل لهال؟ لا 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 لا، حدا في انسان أكيد عم يتدخل بهالموضوع وبهالطريقه هيدي النقل واجا على لبنان، و نشوف كيف، ما بعرف يعني قديش ممكن انه يفوت وما حدا قدر انه يراقب او يشوف او كثير تهريب بصير وبفوتون البيت شوبس، وفي كثير ناس بحبوا ما بعرف ليه بحبوا يربوه، بحطوه باكواريوم، بس يكبر كثير شو بدهم يعملوا فيه؟ بصير شرس كثير بيرجعوا بياخذوا. طيب حضرتكم هلا عم بتتابعوا كجمعيه لمتابعه ومساعده الحيوانات، عم بتتابعوا هالقضيه، ليش؟ نحن وزارة الزراعة كلفتنا بالموضوع من أول نهار لما تأكدنا من الخبر، صرنا جمعة كل يوم تحت مع دفاع المدني وحرس بلدية بيروت، ونحن على تواصل مستمر مع خبير التمساح بأفريقيا. الهدف أنه نلقط التمساح بلا ما نأذي ولا بلا ما حدا يتأذى أكيد. وانس انه نلقط التمساح عملنا له محل مؤقت بلبنان لحد ما نبعته على محميه للتمساح برات لبنان. ضروري انه يعني يرجع ضروري إيه؟ لانه اولا ما عندنا محل للتمساح بلبنان، ومش بيئته، وما عندنا خبراء يهتموا بالتمساح. من هلا لوقتها يعني ممكن القصه تطول. يعني مزبوط، انتم باقيين على الارض. مزبوط. هلا معقول ياخذ جمعتين ثلاثه بعد، مش مهم الوقت، نحن من بكل العمليات انقاذ الحيوانات البريه نعرف انه الوقت از فيري امبورتنت، والوقت بيطول سبيشلي مع التمساح. التمساح بياكل مره بالجمعه، هلا المحل اللي هو موجود فيه عنده مصدر كثير مهم للاكل، يعني منه بحاجه للاكل ابدا، سو حاطين عملنا فخين سبيشلي للتمساح وحطينه بالنهر وناطرين انه نلقطه انه يجي على هالفخ، يفوت بالفخ والفخ بسكر لحاله. هلا نحن مثل ما الكابتن قال جربنا الشبك، بس لانه يعني النهر صعب الامور كثير علينا، يعني بين الزباله والتلوث والجيف الشبك ما بتزبط صعبه لانه بسبب المحل اللي هو موجود فيه. نحن اليوم يعني من فترة صرنا عم نشوف كتير أمور غريبة بلبنان، بتلاحقوا الموضوع يعني بين الفقمة يلي شفناها كمان عم بتضج وإلى آخره وكذا، وبعدين اختفى خبرها،
هلا بعد شوي التمساح اخذ ضجه بعدين بيختفي خبره. لا نحن بما انه وزاره الزراعه كلفتنا بالموضوع مصرين انه نتابع لحد ما نشيل التمساح او التمساحين. مزبوط مثل ما قلتي عم نشوف قصص كثير غريبه مثل النمري اللي بالداون تاون او الاسد اللي كان بالداون تاون اللي نحن شلناه وبعثناه كمان على محميه بجنوب افريقيا. يعني من مايلي اذا في شغله وحده ايجابيه بهالموضوع هو انه كيف اجى هذا التمساح على نهر بيروت؟ كيف جاب؟ نحن حكينا مع وزاره الزراعه باخر 10 سنين الوزاره مش عاطيه ولا ترخيص لحيلا تمساح ان كان تمساح النيل او غير تمساح يفوت على البلد. من وين اجى التمساح؟ من وين اجوا هول التماسيح اللي عم نشوفهم بالبت ستورز اللي فيك تشتريهم ب 50 دولار وماكسيموم 100 دولار؟ التماسيح اللي موجودين ببيوت. يعني كرمال هيك نحن هلا عم نشتغل على قوانين اولا نوقف تهريب هول الحيوانات البريه ان كانوا نموره، اسوده، تشمبانزيز. عظيم جدا. بدي ارجع لعندك بس دكتور حتى نفسر للناس شغله، انه التمساح بده يعيش بالنهر ما ممكن ينزل على البحر، يعني في احتمال انه ينزل، في يعيش بالماء المالحه كمان، بس بفضل اكيد الماء الحلوه. لانه هيدا السؤال اللي كان عم ينسال الناس، انه اذا باقي فتره وما كان شو بيروح على البحر ما بيروح على البحر بننزل، يعني صار كثير تداول بهذا الموضوع. صعب صعب، منه رح يبعد بالبحر، البيئه الماء الحلوه احسن له، وطالما متوفر له مصدر غذاء منه رح يروح على البحر، رح يبقى موجود. ايه يعني طالما في غذاء، اذا انقطع الغذاء في يروح على البحر، في يروح ل 50 متر يبعد عن النهر مشان يلاقي الفريسه تبعه. بس طالما مأمن له أكل وهو عطول في أكل كتير يعني هونيك طالما في أكل كتير كمان بيكبر بسرعة أكتر. قديش وقت اللي عم نقول طوله تقريبا متر ونص أو مترين عم نحكي عن عمر قديه؟ عن عمر بدنا نقول إذا كل سنة حوالي 30 سنتي، يعني شي 5 سنين يمكن بكون متر ونص. 5 سنين؟ بكون متر ونص. متر ونص تقريباً. وبالخمس سنين فينا نعتبر أنه هو يعني صار قادر يشكل خطر على الناس؟ لا بس يصير اجمالا على 10 سنين الذكر بصير 3 امتار والانتاية مترين مترين ونص، وهون بس يصير فوق المترين في شكل خطر، يعني حسب البيئة اذا في اكل كثير يمكن يكبر اكثر بسرعة اكثر، بس انه بعده ما بيهجم، منه باطار انه يشكل، بيهجم على يعني الطريدة الاصغر قياس، يعني حسب كل ما يكبر بصير شرس اكثر وبصير ياخذ طرايد اكبر لا حجمه. طيب قديش بدنا نضل نتبعها هاي القصة؟ للآخر. هي الفكرة إنه بس ينوجد تمساح بنهر معناتها في احتمال إنه يكون موجود بمحلات تانية، لأنه هذا التمساح مش جاي لهون ولا عن طريق بور بيروت ولا عن طريق مطار بيروت. هيدا في حد يعني مش قاطع فيزا على لبنان وفايت بطريقه شرعيه. ايه بس فايت على البور او على المطار حدا فوت ولا بده فيزا ولا بلا فيزا. بس انه بغض النظر هلا كيف وصل هالتمساح، في شخص على الارجح كان مربى التمساح عنده فقد السيطره عليه لانه بس يكبر بصير يشكل خطر. اكيد. كبوا بالنهر. هلا يمكن في اشخاص ثانيين كابين تمساح بغير انهر، هلا نهر بيروت هو منه معلم انه الناس تروح تقعد حد نهر بيروت لتعمل بيكنيكس او حير او تحط اولادها بالطبيعه مثلا، بس لنفترض كان هالشيء موجود بنهر ابراهيم او بنهر الكلب محل ما الناس بتروح لهونيك، فاكيد الخطر رح يكون. طيب مين قالنا انه ما في؟ ما حدا قال انه ما في وما حدا بعد اكد انه في، بس بكل الحالات يعني انا هون بدي استغل الفرصه انه اطلب من الناس اللي عارفين حالهم اذا كابين تمسيح او حيلا حيوان بري معقول يشكل خطر على العالم لانه فقدوا السيطره عليه بالبيت بطلوا يقدروا يقولوا، انه يتصلوا بالاجهزه المعنيه او بالجمعيات المختصه ويقولوا، لانه هذا بعدين يعني على المدى الطويل رح يسبب كارثه يعني بالبلد. مظبوط. اذا حدا يعني عنده مثل هالتمساح او غيره او اي حيوان وبده يتخلص منه، معلش يعني ما حدا رح يجي يلومهم، يجوا يسلموا لجمعيات مختصه لوزاره مختصه
بتوافق على الموضوع 100%؟ من الاول يعني بدون ما نعمل كل هالمشكله فيها ملاحقه، فيها ملاحقه كله سري، ما فيها ملاحقه الموضوع، بيقدروا يسلموه فورا لحدا يقولوا انه كان عندنا وما بقى قادرين انه نضبطه او نربيه الى اخره ونقدر انه نلاحقه، فهيك الافضل. يمكن هيدي صارت هلا عرفنا فيها، ممكن تصير بالايامات المقبله اي حدا كمان يرجع يتصرف بهالطريقه، اي شيء غريب عن الموضوع. انتم عم تتعاونوا مع مين هلا على الارض؟ مع في شركات خاصه عم تتعاون؟ انتم اللي ملزمين مضبوط. نحن جمعية أنيمز لبنان مع دفاع المدني وحرس بلدية بيروت، نوجه لهم تحية ونشكرهم لأنه كانوا كتير متعاونين معنا مثل وزارة الزراعة والبيئة وبلدية بيروت. اهلا وسهلا فيكم، على امل تخلص هالسؤال يعني الامور بخير، ما حدا يكون عم يتاذى، حتى بعرف انه لانه هن وعم بيجربوا انهم يلقطوا الدفاع المدني ممكن كمان انهم يتاذوا. ان شاء الله تمروا على خير وسلامه. اهلا وسهلا فيكم معنا باستوديو عالم الصباح. بريك صغير وبنرجع منتابع.